بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اليوم الأستاذ طلال محمد عبد المنعم الأنصاري، والشهير طلال الأنصاري المحامي، ومن أشهر الإسلاميين على مر التاريخ، بل من القضية الشهيرة وهي الفنية العسكرية، والذي كان حكم عليه بالإعدام، وتدخل والده لكي ينزل الحكم من الإعدام إلى التأبيدة. ونحن نرحب بك حضرتك، وكل عام وانت بخير. لا بس أبدأ أصلح اللغة عندك. تفضل. تدخل والده. وصح، تدخل والده بالضم. نعم نعم، أنت أستاذنا ونحن نتعلم منك. وهترك لك الميكروفون لكي تحكي نبذة عن القضية وعن أهم ما يعني النفسية التي كنت تمر بها. يعني تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قضية نساها الكثيرون، وإن كانت تعتبر هي القضية الجهادية الأولى بعد أحداث محنة الإخوان في عام 1966، حيث مرت الفترة من 66 حتى 25 يناير العظيمة، وقد جرى النقاد والمحللون على إغفال التاريخ السابق على 25 يناير، لأنها لم تحدث بين يوم وليلة هذه الغضبة الربانية الكبرى، وإنما سبقتها تضحيات وشهداء كثر أضاءوا بدمائهم طريق العظمة والقوة التي أذاحت الطاغوت في 25 يناير. ومن بين الحركات التي مهدت لهذه الثورة منذ لحظات تاريخية في مصر هي حركة الفنية العسكرية، والتي أطلق عليها إعلاميا هذا الاسم، فلقد سطروا بدمائهم وبأرواحهم الطريق الذي عبد بعد ذلك لكثير من التضحيات والشهداء، حتى وصلنا إلى لحظات ثورة 25 يناير. لأن الثورات لا تأتي من فراغ، بل هي منهج تراكمي تحمله هذه الأمة حتى يأذن الله عز وجل باللحظات الأخيرة التي ينتهي فيها الطاغوت. ولم يكن حسني مبارك قد عين نائب رئيس الجمهورية، وكان في هذه الفترة قائد الطيران، لأن الحادثة حصلت بعد 6 شهور فقط من حرب أكتوبر، حيث كان هناك إجماع من جميع المعارضين على السادات الذي نجح في الإيقاع بهم جميعا، ووقفوا جميعا على المنابر يدعون للسادات ويأتمرون بأمره. وهذه الحركة، حركة الفنية العسكرية، من الحركات التي كشفت منهج السادات في ولائه لأمريكا وإسرائيل منذ اللحظات الأولى، واعتبرت أن حرب أكتوبر يلعب بها السادات توطئة لما قام به بعد ذلك من إدخال الصهيونية إلى مصر، ومن تسليم مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إسرائيل. الذي كشف هذا منذ اللحظة الأولى هم رجال الفنية العسكرية، وانقلب الناس بعد ذلك إلى أشد المعارضين للسادات، وعرفوا أن أصحاب جماعة الفنية العسكرية هم الأولى بالعبرة والأولى بالتذكرة، لأنهم الذين نبهوا هذه الأمة إلى أن السادات يلعب بمصيرها بمستقبلها، ويبيع مصيرها إلى الأمريكان وإلى إسرائيل. ولقد قتل في عملية الفنية العسكرية الكثير من الشهداء والأبرار، من بينهم الدكتور صالح سرية زعيم التنظيم، والأخ كارم الأناضولي، الذين تم تنفيس حكم الإعدام فيهم بعد 1.5 سنة من صدور الحكم، وكنت أنا ثالثهم الذي أذن الله عز وجل لعمره في المزيد من الحياة، وأنتظر أجل الله عز وجل بعد أن شاركت في هذا العمل العظيم الذي كان بداية الثورة الحقيقية ضد السادات وضد مبارك ونظامهما ورجالهم. هذه مقدمة سريعة وتنويه لابد منه. هناخد فاصل ثم نعود بعد الفاصل.